من أخطر الجرائم اللي منتشرة في العالم اليوم هو التحرش الجنسي بالأطفال. الموضوع مؤلم شائك، وايد ناس للأسف يسكتون عنه، وناس وعوا وبدأوا يتكلمون عن هالمشكلة أو هالجريمة بالأصح، لأنهم عرفوا أن آثار التحرش الجنسي بالطفل تكبر معاه إذا ما تم معالجته من البداية. وللأسف شفنا حالات وايد ما قدرت تتأقلم مع الواقع ولا قدرت تعيش حياتها لأنها تعرضت إلى التحرش الجنسي وهم صغار، وكبرت هذه الآثار معاهم. التقينا بحالات بعضها رفضوا، وبعضهم رفضوا أن يطلعون على الشاشة، وبعضهم عقب تردد وافقوا. في التقرير التقينا بحالة تعرضت للعنف وهي صغيرة، والحين عقب أكثر من 20 سنة لحين تعاني من الأثر. بنت ما استونست، كنت أصيح، كنت خايفة عليها من نفسي أكثر شيء، كنت أفكر شلون ببدل حفاظاتها، يعني هذي شيء بسيط كل الأموات يسوون حق عيالهم. شفت فيلم في التلفزيون كان يقول ان يعني ياهل هو تعرض حق موقف تحرش جنسي، وبعدين هو لما كبر صار مجرم، صار قاتل، صار يغتصب ويقتل. هني انا كان مثل ما يقولون الويك اب كول لي. قصتي بدات يوم كان عمري تقريبا 8 سنوات. انا كنت لابسه فستان يومها، كنا قاعدين نلعب، يعني هذه كانت اول مره كنا قاعدين نلعب، وياه قاعد يمي بهدوء وكأنه قاعد يشوفنا وإحنا نلعب. المشكلة إن ما حد حذرنا في وقتها من الشخص الجريم. هو استغل موقف كنا إحنا قاعدين فيه، إنه يعني عيوننا تقريبا كانت متغطية عن الناس اللي مجابليننا، حاول يلمس أماكن المفروض ما كان يلمسها، حزتها ما عرفت شلون أتصرف. كنت أتلفت أشوفهم في حد قاعد يشوفني، في أحد ممكن منهم إنه يعني يقول له إنه وقف أو عيب. ما حد كان منتبه للأسف. كنت أعرف إن اللي قاعد يصير شيء غلط، بس في نفس الوقت أحس إن شعوري مرتبك، ما أعرف هل يعني أستسلم ولا أقاوم، هل أروح أقول حق أمي ولا أسكت. ما كنت أعرف شنو المفروض إن أنا أسوي. صار عندي مشكلة صحية في منطقتي الحساسة، وحاولت إن أنا أشرحها حق أمي، وأمي على طول وقفتني، قالت لي عيب ما يتكلمون في هالمواضيع. فهذه الجملة ليه يومج هي ترن في راسي، هي اللي خلتني إن أنا أوقف، إن أنا أقول لها. يعني أبوي أنا جدا عصبي، فكان مستحيل إني أنا ألجأ له. الشيء كان يتكرر تقريبا في الأسبوع مرة لمدة تقريبا 3 أو 4 شهور. يمكن كان عمري في حدود 10. جربت إنه أنا أسوي نفس الشيء في 2 أجرب مني. انعزلت عن كل الناس. أنا في الإعدادي كنت أقعد في الفسحة بروحي، ما عندي صديقات. بديت المراهقة، وتعرفين التغييرات اللي تصير في حزاتها. كنت للأسف أميل حق الأشياء الجنسية، يعني كنت أكره هاي الشيء فيني وأسويه بالخشم من غير ما أحد يدري عنه. بس في نفس الوقت ما كنت قادر إني أنا أسيطر على الرغبة اللي فيني. لما كبرت وتزوجت صار موقف اضطريت إني أنا أقول حق أمي خواتي فيه. طبعا أمي كانت بلا رياكشن أبدا، حتى ما قالت لي، يعني ما صاحت، ما قالت لي أنا آسفة، أنا أي شيء، ولا شيء، ما عطتني أي رياكشن. وأنا أصلا ما كنت متوقع منها أكثر من كذي. يعني يمكن خواتي شوي تفاعلوا معي، بس بعد ما عطوني سبورت اللي أنا أحتاجه. كنت أحس إن ما عندي ثقة في أحد، يعني حتى خواتي ما كانوا صديقاتي فترتها. فذي شيء شجعني إن أنا أروح حق خالي. قال لي خالي تيلي الحين بنت، تزوجت. شرحت له بطريقة جدا مختصرة. للأسف كان سؤالنا مثل سؤال خالي، انتي للحين بنت؟ الخطر مو من برا، مو من الهندي اللي يبيع في البرادة،
ولا من واحد ما نعرفه في الشارع. خطر موجود في بيوتنا. أنا هذا اللي خلاني أي اليوم إن أقول حق الناس إن ترى هاي شيء يصير في البيت قدام عيونكم، مو في مكان مسكوك. ولا أهلها وقفوا وياها، ولا زوجها وقف وياها، كلهم أسئلة ما لها علاقة بالآثار اللي انعكست عليها سلبية نفسياً اللي هي معاها لين اليوم. الله أعلم هي شون ممكن عايشة الحين، شون ممكن تتعامل مع أطفالها، إيش قد هي تخاف اليوم. إحنا بعد شوي راح نتكلم أكيد عن الآثار السلبية، لكن لولو يعني التقرير جداً مؤثر، وهذه حالة واحدة ترى رضت إن هي تطلع معنا، في غيرها وايد مؤلم سارة فعلاً. يعني أكثر شيء الواحد يشعر بالأمان وسط هلا، يعني الأهل هم العزوة، هم يعني لما يتحرش فيك أحد من محارمك، فأعتقد هذه أسوأ أنواع التعنيف. والأسوأ أنه ما يوقفون وياك، هي ما لها ذنب يوم تم التحرش فيها، الذنب مو ذنبها أبداً. ليش ما وقفوا وياها؟ ليش كان في سؤال واحد بس هو اللي يدور، هو اللي ينطرح بعيداً عن اللي يصير فيها؟ هي اليوم شلون عايشة، بكرة شلون بتعيش، شلون بتربي عيالها؟ اليوم وهي تقول القصة بعد 20 سنة هي قاعدة تقول القصة، معناته الموضوع ذي ليحين موجود عندها. وأعتقد وايد دراسات لولو يمكن تكلمت عن أكيد هالموضوع. أكيد وإحنا راح نستعرضها معاكم، بس خلني أضيف كلمة، يمكن عدم الثقة بين الأهل أو بناء جدار بين الثقة بين الطفل والأهل هو اللي يخليه يخاف إنه هو يتكلم. خلنا نستعرض بعض الدراسات العلمية في هذا المجال. عندنا عدد كبير من الدراسات اللي انطرحت، بستعرض معاكم 3 دراسات تتعلق بالعنف الجنسي ضد الأطفال. هذه الدراسات قامت فيها جهات محلية رسمية أكاديمية وأهلية، ونوعية هذه النتائج تختلف على حسب نوع الدراسة طبعا، لكن كلها تأكد أن مثل هذه القضية موجودة في مجتمعاتنا. أول دراسة هي دراسة لمركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تقول نتائج هذه الدراسة أن 124 حالة عنف جنسي وصلت للمركز مركز الحماية خلال عام 2015، وكل سنة قاعدة ترتفع نسبة هذه الحالات مثل ما شفنا في الدراسة لسببين. أول سبب هو زيادة وعي الناس اللي قامت تبلغ عن مثل هذه القضايا، أما السبب الثاني فهو للأسف زيادة هذه الحالات على أرض الواقع فعلياً. 124 حالة اللي تعرضت للاعتداء الجنسي الدراسة قسمتهم حق 4 أقسام بحسب العمر. أول فئة هي فئة من 0 يعني من أول ما ينولد الطفل إلى 5 سنوات، وكان عددهم 7 ذكور و7 إناث مثل ما هو واضح، يعني الصغار اللي توهم للحين ما وعوا على الدنيا وتوهم ما يعرفون يتكلمون كلمتين حتى يشتكون حق أبوهم وأمهم، هذولين بعد ترى حصلوا على جزء من التحرش الجنسي للأسف. وهذه 14 حالة وصلت المركز، والله يعلم إيش كثر اللي ما وصلت المركز. إني حق الفئة الثانية ما بين 6 إلى 10 سنوات، وكانت هي 34 من الذكور و20 من الإناث، يعني 54 حالة. وحسب ما عرفنا أن أغلب التحرش اللي تعرضت له الحالات كان إما من سواقين أو خدم أو أقرباء، يعني الناس اللي إحنا نأتمن عيالنا عنها عندهم هم الناس اللي تحرشون في عيالنا. الفئة الثالثة هي الفئة ما بين 11 إلى 15 سنة، كان مجموعهم 84 حالة من بينهم 30 ذكور و18 إناث. واضح أن النسبة مقاربة للفئة السابقة، وأن هذه الفئة هي أكثر الفئات تعرضاً للعنف الجنسي، وفي حالات أكثر لكن للأسف ما يتم التبليغ عنها، والطفل عادة في هذه المرحلة يخاف، ما يحب يصرح باللي صاده، أو يمكن الناس ما قلت مساعة حاجز، يعني حاجز الثقة بين الطفل والأهل هو اللي يخليه ما يصرح. أما الفئة الأخيرة وهي الأكبر سناً من المتعرضين للعنف الجنسي، وهي من الفئة ما بين 16 إلى 18 سنة، فكانت عددها 8 حالات، حالة واحدة ذكور و7 إناث. طبعاً إحنا نشوف أن النسبة قلت، وهذا شيء طبيعي لأن السن يلعب دور، ومرحلة النضج الفكري تكون مكتملة عند الشاب في هذه العمر. الدراسة الثانية هي دراسة أكاديمية قامت بها الدكتورة شيخة الجنيد حول العنف الجنسي ضد الأطفال، وتقول الدراسة أن 82% من الاعتداءات الجنسية على الأطفال حدثت في أماكن يفترض أن تكون بيئة آمنة لهم، يعني مثلاً المدرسة، النادي، البيت، الأهل موجودين. يعني يا جماعة لا نقول إحنا اليهال، نفس ما قالت في الفيلم ترى مو راعي البرادة ولا أي أحد، ترى أعتقد حتى في ذي الأقربون أولى بالمعروف، الله يعافينا ويعافيكم. المفترض ما يكون فيها أي مشاكل في هذه البيئات، والمفروض يكون الطفل في مأمن فيها.
يعني ناس ما شفنا مثلا في الفيديو ناس ما ذكرتكم 77% عندنا بعد الدراسة أكدت أن 77% من المعتدين هم أشخاص يفترض أن يكونوا موضع الثقة والأمان والطمأنينة للأطفال، يعني أهل وأقرباء أو زملاء أو حتى العمال اللي عندنا في البيت وغيرهم من اللي نوثق فيهم أو يوثق فيهم أولياء الأمور. أما الدراسة الأخيرة اللي أعدتها جمعية أمنية الطفل حول التحرش الجنسي فكانت على شكل استبيان، شارك فيه 169 شخص أعمارهم فوق الـ 12 سنة، وأكد هذا الشيء إلى أن 88 من الحالات لم تفصح عما تعرضت له بسبب الخوف. خلنا نشوف النسبة الثانية، 93% أبدوا الموافقة على العلاج النفسي حال توافره. اللي بعده 44 منهم تعرضوا لمشاكل عائلية بسبب كتمانهم للتحرش. النتيجة اللي عقبها احنا كذي استعرضنا معاكم نتائج هذا الاستبيان، ونرجع لضيفتنا الدكتورة وفاء جناحي من جامعة البحرين. دكتورة هلا، مرحبا دكتورة، كيف الحال؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. تابعتي معنا التقرير؟ اي طبعا. يعني الموضوع جدا مؤلم، ما نعرف حتى احنا نرتبك واحنا نتكلم عنه. مؤسف يعني ان نشوف النتائج اللي استعرضتها الدراسه ان اكثر الناس يتعرضون للتحرش ويكون يعني سبب فيه او القائم عليه هم ناس احنا نوثق فيهم. صحيح. بس دكتوره يعني لو رجع الزمان في هذه اللي تحرشوا فيها اللي شفناها في التقرير، شلون القضاء البحريني او القانون البحريني راح يتعامل مع هذه المشكله؟ طبعا القانون في البحرين صدر في 2012 اللي هو قانون الطفل، ولله الحمد هذا القانون تفعل في البحرين، وذات القانون نشوف انه عالج مشكلة اللي هو الإيذاء الجنسي. سوء معاملة الجنسية وضحها المشرع بأنه هي أي تعريض الطفل لأي تحرش جنسي سواء كان بالمداعبة أو إظهار العورة أو حتى تعريضه لمشاهدة أفلام إباحية. يعني اليوم المشرع وسع من دائرة اللي هو الاعتداء على العرض، وليس فقط يعني هو هتك العرض وإنما حتى مشاهدة الأفلام الإباحية. يعني دكتور لو وقفنا هنا، يعني أنتم القانونيين ما شاء الله عليكم تقولون هتك عرض غير والتحرش غير، يعني خلينا نطمن الأهالي، يعني أنا بعد ساعات إذا أقرأ تحرش جنسي ما أعرف شنو تصنيفه. صحيح. للأمانة قانون الطفل لم يفرق بين الاغتصاب وهتك العرض. طبعا التحرش الجنسي يدخل ضمن اللي هو هتك العرض. اللي صار أن قانون الطفل يوميا أو صدر في 2012 حط عقوبة اللي هي نص أنه هو مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، وقال اللي تحرش بالطفل راح يسجن لمدة لا تقل اللي هو الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور، يعني من 6 شهور عندش لثلاث سنوات، وإحنا نعرف أن هذه المدة إيش فيها غير كافية. لكن بالرجوع إلى قانون العقوبات نشوف أن المشرع فرق، قال إذا اقتصاب طبعا عقوباته مختلفة، وإذا هتك العرض غير. شنو الفرق اليوم بين الاقتصاب وهتك العرض؟ إحنا نعرف أن الاقتصاب دائما يقع على أنثى وبغير رضاها، أما اللي هو هتك العرض فهو يقع على الذكر والأنثى. لما أقول يعني يقع على هتك العرض على الذكر والأنثى، لا يستدعي الموضوع هني اعتداء اللي هو الاتصال الجنسي الكامل، مجرد المداعبة، إظهار العورة، خلع ملابس الطفل اليوم، ملامسة أماكن العورة، هذه كلها تدخل ضمن اللي هو هتك العرض أو الاعتداء على العرض. طبعا المشرع في القانون العقوبات قلّض العقوبة لما يكون هناك اغتصاب، خاصة لما يكون يعني بغير رضا اللي هو المجني عليها. لما يكون بغير رضاها فرق القانون إذا كان عمرها 16 ولا لا. إذا كان عمرها أقل من 16 فالجاني ممكن توصل عقوبته إلى الإعدام، ولكن إذا كانت أكثر من 16 فتصل عقوبته إلى سجن المؤبد. هذه بالنسبة حق إذا كان الاغتصاب طبعا بدون رضا اللي هي المجني عليها. أما بالنسبة حق هتك العرض اللي يقع يعني مثل ما شفنا الحالة اللي عرفتوها، هي مو اغتصاب، لأن يعني هي قالت أنا بنت، ف
فإحنا أمام هتك عرض، يعني الاعتداء على عورة الطفلة. فبالتالي المشرع النص اللي هو يعني اللي كان بيطبق عليها، اللي هو تم الاعتداء عليها بدون رضاها وكانت أقل من 16 سنة، فيصل تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. ولكن لو كانت أكثر من 16 سنة العقوبة راح تكون يعني لمدة لا تزيد على 10 سنوات. كنت أحبذ أن المشرع قلب أيضا العقوبة حتى لو الطفل يعني بلغ 16، ما زال إحنا يعني عمر الطفل على حسب قانون الطفل الجديد. دكتورة إذا وقفنا عند عمر الطفل في البحرين، فالقانون شو يقول عمر الطفل من كم لكم؟ طبعا احنا وفق قانون الطفل الجديد اللي هو صدر في 2012 مثل ما قلت لك، عمر الطفل راح يكون يعني لم يتجاوز 18 من عمره. اوكي، يعني ليه 18 هو طفل؟ هو طفل وفق القانون. طبعا القانون البحريني قاعد يعني يطبق اللي هو ما جاء في الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الطفل. ولكن لو بنرجع احنا الى قانون العقوبات وقانون الاحداث في البحرين، يعتبرون الطفل وما عنده مسؤوليه جنائيه يعني غير مسؤول جنائيا اللي هو لم يتجاوز 15 من عمره. ما في تناقض بين القانونين؟ هو الان يحتاج القانون الى تعديل، لان اذا اعتبر انا طفل وفقا قانون معين، فيجب ايضا ان اعتبره طفل في قانون الأمانة. المشرع في قانون العقوبات يعني حمى البنت والطفل اللي هو تعرض سواء حق اغتصاب او انتهاك الا ما يكون عمره 21، which is good. لان حتى لو تم الاعتداء عليهم برضاهم بعد ما يبلغون 14 الى 21 يعاقب الجاني المشرع، يعني معنات الحماية إلى 21 لأنه هو سن الرشد. إحنا في مسألة حماية الطفل وفق القانون طبعا ما عندنا مشكلة فيها، ولكن لما يكون الطفل جاني هني المشرع يقول لا، إذا بلغ 15 نعاقب حال العود، وتخفف العقوبة إذا بلغ يعني من 15 إلى 18 تخفف، بس ما يكون غير مسؤول. فقط اللي يكون غير مسؤول ويخضع لقانون الأحداث إذا كان أقل من 15 سنة. إنزين، شفنا إحنا كل الدراسات تأكد بأن الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي من قبل أقرب الناس لهم. إنزين في هذه الحالة يعني شلون تتصرف العائلة؟ طيب يعني قانونياً طبعاً. قانونياً طبعاً الإبلاغ عن أي تحرش جنسي داخل الأسرة قد يكون من أي فرد في الأسرة. يعني اليوم لو حتى الجيران شافوا إن هاي مثلاً البيت يات اشتكت لهم وقالت لهم والله أنا يعني عمي، أو حتى ساعات الوالدين، يعني حتى الوالد أحياناً لما يكون في حالة سكر ممكن يفعل وايد أمور. إذا يات اشتكت من حق أو من واجب، حين المسؤولية وفق قانون الطفل الجديد أنه من واجب لكل شخص اليوم أنه يبلغ عن أي حالة اعتداء جنسي، حتى لو في البرادات ساعات تشوفين مثلاً العمال يودون طفل في أماكن يعني العورة، يجب علينا اليوم ان احنا نبلغ. يعني حق التبليغ من حق اي احد، اي احد سواء الشرطه، النيابه، مركز حمايه الطفل، اي جهه ممكن تبلغين فيها وتحرك الدعوه الجنائيه. ممتاز. زين الطفل يعني اذا تحرشوا فيه من قبل اهله، هل يرجعونه حق اهله؟ يعني الموضوع جدا مؤلم اصلا بالنسبه له. طبعا احنا نشوف الحين من اللي تحرش فيه في الاسره. اذا كان احد الوالدين وكانوا مطلقين طبعا تنتقل الحضانه الى الطرف الثاني. اذا ما كانوا مطلقين وموجودين في البيت، نشوف طبعا من اللي اعتدى عليه. اذا صار اعتداء واشتكت الام، طيب راح يعاقب الاب ويدش السجن، فبيتم الياهل مع الام في مكان امن ما عندنا مشكله فيه. لكن احيانا القانون عالج لما يكون الطفل يتعرض الى يعني اعتداء جسدي، ضرب، فهل ان نخليه يتم في البيت ولا نوديه مكان ثاني؟ طبعا قانون الطفل وقانون اللي هو الحماية من العنف الأسري جاء بنصوص جميلة، قال لا بد اليوم نوفر رعاية بديلة أو أسرة بديلة لهذا الطفل. جميل. يعني حتى لو نحطه في مركز إيواء إلى ما يكبر وممكن عقب يعني يتصرف ويدبر أموره. فهذا يعني بالأمانة شيء جيد جدا، شيء جميل يعني. شكرا على هذه التوضيحات. إذا في كلمة تحبين تضيفينها في الأخير؟ طبعا أنا يعني أقترح أن يتم أيضا النظر في قانون الأحداث إذا كنا بنوحد اللي هو تعريف الطفل اليوم، لأنه وايد مهم أساس أن الكل يعرف منه الطفل كيف أتعامل معه. إذا قانون الطفل يقول أقل من 18 سنة، وقانون اللي هو سن الزواج يقول لك والله المرأة إذا 15 تقدر تتزوج وهي طفلة، فيعني يبي للموضوع أكيد إعادة نظر.
ورسالتي الأخيرة لكل يعني الأهالي في البيت إنهم يراقبون عيالهم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي الإنترنت، وأيضاً إنهم يعني يحذرونهم من هاي الأمور ويحفظون خصوصيتهم بالفعل، ويعني يحفظونهم اللي هو رقم التبليغ عن حالات الاعتداء اللي تصيدهم. مشكورة دكتورة وفاء.